السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. تكون جيعان قتل الجوع وتحط الطاجين، يقول لك أنا نحيد الدور باش نقص الطاجين. أرى لي البطاطا. والله إلا هذا الشيء اللي كاين فيلا، والله ما كنبالغ، والله ما كنقول إلا الواقع. أنا ماشي كنضحككم، أنا مهرج، راه كنقول غير الواقع. والله إلا هذا الشيء كنقول هو اللي كاين عند أغلبية الناس. والله ما كيهزها من الصلاة، حيدها وقعد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة، هذا هو الإسلام يسر. واحد جيعان قتل الجوع، المرة دايرة الطاجين ريحته كتشم من الدروج، طالع مشى يصلي، الله أكبر، بطاطا على باقي بيقرا شي قرآن، بيبا الليل الجلبانة واللحم وخزو، لأن عقله ما كاينش. واش صلى هذا شي صلاة؟ لا، ما تصلى. هذا اللي ضر الجوع، ان اصلا الغداء ديما وقت الظهر، العشاء ديما وقت الصلاه. تهضروا على شي واحد اللي قاتل الجوع، عرف الرسول راه ما غاديش يقفل عينيه، تيلعبوا تيدوروا مصرنوا كيغوتوا، جلس اسي تاكل وارتاح مع راسك، عاد صلي الظهر، ما عندك حتى شي مشكل. المشقه تجلبوا التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا هنا فين كتطبق. هذا هو التفسير ديالها.